في تلفزيون اليوم السابع في كل مكان، وبث مباشر جديد من محافظه سوهاج. كل سنه وانتم طيبين. زي ما احنا شايفين مظاهره الاحتفال بعيد الفطر المبارك، ومن اشهر المظاهر الموجوده هنا في الاحتفالات في المحافظه هي ركوب الخيول اللفه بخمسه جنيه، وكل واحد بيجرب ويركب الخيل اللي هو عايزه. كمان في اقبال على شراء الالعاب والعصاير. كل سنة وانتم طيبين. ده اكبر مكان للتجمعات للاطفال والشباب للاحتفال بعيد الفطر المبارك في محافظة سوهاج، وهو استاد سوهاج الرياضي. زي ما احنا شايفين زحام شديد في اول يوم ايام عيد الفطر المبارك. اليوم السابع ده احب اقول كلمه لليوم السابع. زي ما احنا شايفين مظاهر الاحتفال والالعاب في كل مكان. حبيبي يا باشا. يعني الإقبال على الألعاب والمراجيح هنا في محافظة سوهاج. زحام شديد وفي الاحتفال في اول ايام عيد الفطر المبارك هنا في محافظه سوهاج، حيث الاقبال الكامل على المراجيح وعلى الالعاب هنا في المحافظه. كما تشاهدون الاحتفالات في اول ايام عيد الفطر المبارك عقب الانتهاء من الصلاه، خرج مجموعه الشباب من اجل المشاركه في الالعاب الموجوده في الملاهي المختلفه على مستوى المحافظة. كورونا كورونا رسمي والله، كورونا رسمي والله، ايه كورونا رسمي. Thank you.
شايفين مظاهر الاحتفال باول ايام عيد الفطر المبارك، الاقبال على شراء الالعاب، الاقبال على ركوب المراجيح زي ما شفنا والخيول. بثنا المباشر هنا من هنا متابعينا متابعي التلفزيون اليوم السابع حول الاحتفال باول ايام عيد الفطر المبارك، من ركوب للخيول والمراجيح وشراء الطراطير والالعاب في محافظه سوهاج. كل عام وحضراتكم بخير، كنت معكم من هنا من خلال هذا البث الحي المباشر لاول ايام عيد الفطر المبارك محمود مقبول اليوم السابع.